السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ان شاء الله. اللي ما غاديش يكون فلوق نبدا شويه المحتوى. المهم غادي نعملوا واحد اللعبه ولا بحال واحد اللعبه ديال اللي يضحك يخسر، فغادي يشارك معايا فيها ايمن وحسن. ها هما جاوا قالوا لي المسابقه الساهل اللي يضحك غادي ينوض ويجي واحد يعاودو عاود ثاني. نطرحوا الاسئله على بعضيتنا، كل واحد ما عرفش الاسئله اللي عند بعضيتو، وغادي نشوفوا شكون اللي يضحك. يعني قانون بحال يعني اللي يضحك غيخسر، غيخسر وينوض يجي واحد اخر عاود. خرافه ولا شي مهم ما عرفتش شي كامل، فخليكم معنا. اوكي. فغادي نبداو مع اول سؤال نسقسيك ايمن. شكون هو الشخص اللي دائما ما في مرضو؟ تيمومي محمد. فرج الصغير ديال شنو كنقولوا له فلوس. شو هو المغني المفضل ديالو؟ المغني يعني المفضل ديال فلوس شنو هو؟ ما عرفتش. تير تير. كذا واحد سيجوز امتحان ومكاله. خرج وزن امتحان وخرج ولا ولاد. قالوا كيف خمسة دقائق تدخل تيخرج تيدغي. قالوا باقا لي زين الاولاد. كي قالوا؟ خسرت يا امي. قالوا باقي اجيت الاولاد. هذه النبي الحلاوه دي. شنو هي الاكله المفضله عند الجندر؟ العسكر زعما. اه. والله ما عرفتش. الرشوه. الرشوه. شكون هو الملاعب اللي مكيعرقش في المنتخب؟ ما عرفتيش. عرفتوش ميلدين. ها هو خسر دابا. ميلدين. شنو هو مقشوع اللي حرق؟ نعم تنصب الكاس. نعم إنها المخدرات. هذا واحد خانة طلع عندي يما قلت له عنده هنا شي حاجة في عنقه. هذا واحد خانة طلع عندي يما درت واحد الحروقة هنايا قالت شنو هذا؟ قال حرق لي كيس الوالدة. قالت له قلت لك كيس زعما حسن. لا دور هذا واحد السيد اللي كيهضرش مع خا فهمت كيهضرش معاه لو ما خداش يوجو جو عطا واحد واحد الورقة عمل في الضرب عطا واحد صاحبو قال لهم كلاب مين اللي طالع لي ديك صاحبو قال له هي الورقة خاوية قال له كيفاش قال له حتاش ما كنهضروش شنو هي الحاجة اللي كتاكلها وكتعصبك؟ فقاس. انا اضحك اضحك. التلميذ صغار عند الاستاذه سقساتو قالت اربع في اربع شحال كتساوي؟ قال لها 24 صرف قالت واحد الصرفين قال باه مشى عند يما قال لا يما بقات فين رجعت عند الاستاذه قال ضربت لي ابني قال لها قلت له اربع في اربع ما عرفاش ضربت يما يما ضربت ديك خان قالت له اربع في اربع قلت لها 24 هي 8 بس بس هذا صار قص سيء صار داس الحال جون دار قال عند باباهم قال في الحاجة عندك أستاذ قال لا درت لي ولدي ومراتي قلت له ما قلت لهم أربعة في أربعة ما عرفوهاش واش في ولد ومرات قال أربعة في أربعة ما عرفتوهاش أربعة قدام أربعة هي أربعة وأربعين هادي واحد السيدة عندها قصيدة دخلوا للسبيطار صافي كانت من بين الحياة والموت قال لها الطبيب قال لها صبر ما تعيش شي بزاف صافي السيده بدات كتخاف كدا شوي جات واحد الليله جات واحد الحلام جات ديك ملك الموت قال لها ما تخافش واخا هادشي كامل اللي فيكم مفروحه يعني ما عنديش الروح ديك دابا باقي تا واحد 50 عام صافي فرحات كدا بقات تما سدات وكلشي طيب يعني خرجت جديده ولكن هي ما خرجتش كان فيها شي جروح يعني من وجهها ماشي تما وخاسره وكدا جات قطع من عمليه التجميل وما خرج من السبيطار جات هي تزينات كدا رجعت وحده اخرى جديده مع صافي وصل ديك النهار اللي عاد تخرج فيه لا هو دار السبيطار ايضا خرج هكا تجري في حانه يضرب واحد الطمون فهمت هي صافي ما تسالش جا ديك مالوك النص وهي توقع في الليل قالت له ماشي قلتي له باقي لي 50 عام وكذا قلت له والله ما عقلتش
شكون هو الحيوان اللي كيلبس غير الماركه الفرع؟ تمسح لا كوستا لا زهره فا سمعك زهره فا لا كوستا علاش ملي كطيحشو قلت ما كيبقاوش يبان علاش يخاف من الشمس لا علاش باش كتصب السميه ديال الدوله اللي عنده الفلوس بزاف شنو هي السميه ديال الدوله اللي عنده الفلوس بزاف لارجون تي شنو هي الطوموبيل اللي كتشريها وكتشكر مولاها 10 مرات شنو هي ميرسي 10 هادو حاجه الشمكاره كانوا دايزين كانوا دايزين بقات ما كيجيو ينعسو كيأدى الفجر واحد مرة عاوجو سكراني عاوجو اهلا جيو ينعسو أدى الفجر ومشى عند صاحب اخر صاحبي باقي راه تنفعو الجامع شويش هاو دبدو كيدفعو الجامع زعما ما زولو التواكل تويش ديك الساعة بحال الصراصة قلت لك التواكل هذيك قلت لي سكراني دار بغيتو شي حوايج قال محمد بعدنا بزاف صافي لاميتيل يا زعما كنقولو التأمين زعما شنو هو التأمين ديال الكلاب حاش هاكو التأمين ديالو لاميتيل ديالو شنو اسمه زعما هاو هذا ماعرفتش تعاضدية هذا واحد أستاذ قال مشني هي النجمة بفرنسي هذا واحد خانا مشارع هي اللي كان كيحشام قلاش يعني لي ديقولا واحد قال نسحبو كاس قال له قل له قل له ليطوال عطيت الكاس على اللي يدو قال له أستاذ ليطوال قال له ليطوال قال له ما عرفتش هاد مزيان قال له ركب شي جمله مثل اذا قال له لي طوال قال له لي طوال جا والله شنو هو الشهر السنه فيها 12 شهر شنو هو الشهر اللي كيكون فيه الزهو بزاف فيها زاهيه زاهيه جواب جوا شكون هي الملكة اللي ما عمرها ما جلست عرفتاش نيفرتيتي تيتي اصاحبي شنو هو اسخن شهر في العام شهر 8 شهر العسل انا بقى مغني يعني نقي ما عرفتوش فافور الله اكبر شكون هو الفنان اللي ما كينساش الشاب عاقل انتينا واخا تضحك انتينا واخا تضحك با قول لي جمله مفيده عشان افهم شكون هو الملاعب اللي كيموت على اساس نقاش Es rentre le même Miguel